وللمزيد من التفاصيل مشاهدينا حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف جاسم الفودري، مراقب خدمات الإسعاف في وزارة الصحة. أستاذ جاسم، ما هي آخر التطورات حول الموضوع أو موضوع انهيار الحاجز الزجاجي في استاد جابر الدولي؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نشكركم تحت لنا الفرصة أن نبين ما هو يعني ما حصل في ملعب الاستاد جابر. طبعا هو حادث يعتبر سقوط بعض المشجعين من اثر يعني تراكمهم الى المدرج الرئيسي ونزولهم تحت صوب المدرج نفسه، وعلى اثر هذا كان في بعض الزجاج انكسر، تقريبا ما يقارب من 20 الى 25 واحد سقط، والحمد لله يعني جميع اصاباتهم اصابات تقريبا بين بسيطه ومتوسطه. احنا طبعا العمل الاحترازي اللي عملناه ان احنا نعامل هذه الحالات كلها معامله، لانهم سقوط من علو اصاباتهم نعاملهم معاملات خطره او معامله الحالات الخطره الاحترازيا، لانهم ساقطين من علو من كسور واصابات بالعمود الفقري ان لا سمح الله. ولكن جميع هذه الحالات توجهت الى المستشفى الحمد لله. ما نقدر نقول بصوره مبدئيه من ال 20 الى 25 حاله، ولكن حالاتهم كلها ما فيها حالات خطره تستدعي يعني التدخل السريع اللي هو غرفه الانعاش والامور هذه كلها، ولله الحمد. ولكن الاصابات اكرر ان هي حالات مستقره ولا توجد فيها اصابات خطيره. اي نعم. بالتاكيد نتمنى السلامه للجميع. جاسم الفودري، مراقب خدمات الاسعاف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود.